الحمد لله، كيف والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف، وبعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو إن أخواتها. كما كنا في لقاء سابق، إن هذه الأدوات من القسم الذي يدخل على المبتدأ فينصب المبتدأ ويرفع الخبر. عمل هذه بالمناسبة، هذه الأدوات كلها حروف، كلها حروف وليست أفعال. إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. طيب، ما عمل هذه الحروف؟ تدخل على المبتدأ والخبر. يعني عندنا محمد مجتهد، هذا مبتدأ وهذا خبر. عندما يدخل عليه حرف من هذه الحروف، ماذا يحدث؟ هذا المبتدأ بعد أن كان مرفوعا يصبح منصوبا، إن محمدا مجتهد، ويصير اسما لإن. يبقى نقول محمد اسم إن منصوب، ومجتهد خبر إن مرفوع. طيب، معاني هذه الحروف، هل هذه الحروف معاني في الجملة؟ بالطبع نعم. فإن بكسر الهمزة، وأن، احنا قلنا هذه الأدوات كلها حروف، إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل. ما معنى إن وأن؟ معناهما التوكيد. يعني إيه توكيد؟ يعني تأكيد نسبة الخبر للمبتدأ. يعني عندما أقول إن محمد مجتهد، فأنا أؤكد هذا الاجتهاد أو وقوع هذا الاجتهاد لمحمد، أؤكد وقوع الخبر للمبتدأ. يبقى إن وأن يفيدان توكيد وقوع الخبر. ولذلك كما في قصة سيدنا يوسف، يقول وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين. وفي آية أخرى، وإنا، لما أرادوا أن يؤكدوا صدقهم قالوا إيه؟ وإنا لصادقون. أرادوا أن يؤكدوا صدقهم لأبيهم، فأتوا بإنا وأتوا باللام، وأتوا باللام في خبر إنا. طيب، ليت تفيد التمني. التمني هو طلب المستحيل أو طلب الشيء الذي فيه عسر ومشقة. طلب المستحيل زي إيه؟ ليت الشباب يعود يوما. طب هو الشباب بيعود؟ ده شيء مستحيل. يبقى ده تمني. التمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر أو مشقة. تمام؟ طيب، عندما أقول ليت البليد ينجح، هذا ليس مستحيلا، لكن فيه عسر ومشقة، لأن معروف أن البليد لكي ينجح لابد أن يبذل ما في وسعه، ده إذا نجح يعني. يبقى إذن التمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر ومشقة، ما فيه عسر ومشقة. طيب، لكن للاستدراك. يعني إيه استدراك يا حضرات؟ هو تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه أو بنفي ما يتوهم ثبوته. يعني إيه الكلام ده؟ أما أقول مثلا محمد شجاع لكن صديقه جبان، عندما يسمع المخاطب كلمة محمد شجاع قد يظن أن محمد شجاع، وأكيد أصدقائه هم كمان إيه؟ شجعان. فأنا بآتي بلكن لكي أستدرك
على هذا الكلام وأثبت أو أنفي ما قد توهمه السامع، وأقول لا 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 تظن أن أصدقائه شجعان، لا لكن صديقه جبان. يبقى لكن تفيد الاستدراك تعقيب الكلام، أنك بتأتي بكلام يثبت ما يتوهم نفيه. لو توهم المخاطب نفي شيء فأنت بتأتي بشيء يثبت هذا الكلام، ولو توهم المستمع إثبات شيء فأنت تأتي بشيء ينفي ما توهمه المستمع. يبقى إذن لكن الإيه تكون للاستدراك، كأن للتشبيه، تشبيه الاسم بالخبر، كأن الجارية بدر. أنا شبهت الجارية بالإيه؟ بالبدر، فأنا شبهت اسم كأن بخبرها، يبقى كأن للتشبيه. طيب لعل، لعل تكون للترجي والتوقع. ما معنى الترجي؟ الترجي يكون في الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الشيء الممكن. ما ينفعش تترجى شيء مستحيل، ما ينفعش تقول لعل الزمان يعود بي، لا. الترجي يكون في الشيء الممكن ولكن ليس في الشيء الايه. تقول مثلا لعل الله يرحمني. طيب التوقع يكون في الامر المكروه، هو انتظار وقوع الامر المكروه، زي ما حضرتك تقول ايه لعل العدو قريب منا. هو انت حضرتك بتترجى ان العدو يبقى قريب منك؟ لا، وانما انت تتوقع. يبقى لعل هنا افادت ايه؟ التوقع وليس الترجي. يبقى الترجي يكون في الشيء المحبوب والتوقع يكون في الشيء المكروه، او انتظار الامر او توقع الامر المكروه. هذا بالنسبه لمعاني إن وأخواتها. فإن أخواتها وأخواتها أحبابنا الكرام حروف كلها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. تحدثنا عن معانيها الستة، بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا اليوم وهو إن وأخواتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.